سوبرات العالم في خطر. هاي سوبر هنيدي، أنا سوبر ماو، بكلمك من ميدان التحرير. يا ده سوبر، يا ده انت اتجننت ولا ايه؟ تيجي مصر من غير ما تكلمني؟ الله، مش كل منطقة وليها سوبر. جيت امتى؟ انا جيت مع اصحابي امبارح. طب خلاص لازم اشوفك، وحشني وحشني يا سوبر. وانت كتير. احنا عندنا بروجرام مع شركة السياحة هنعمله واكلمك. طب يا حبيبي مش عايز اي حاجة؟ اوديك خان الخليلي تتمشى على الدائري يعني. طب مش عايز تغير دولارات؟ طب معاك؟ طب لو معاك دولارات شوف لي 20 دولار وحياة ابوك. ها نورت يا سوبر. كله تمام كله تمام، بس انا لازم اقفل عشان الكارت بيخلص. الو الو. اوه انزلوا هاتولي الواد العبيط ده. واه باظ يا طير. ايوه ايوه يا مستر عامر، الجروب بيفطر ونزل على طول. هنطلع النهاردة زيارة سريعة كده لخط بارليف، وبكرة الصبح هنطلع سفاري. هنروح الجلف الكبير، اخليهم يزوروا اكبر جلف عندنا. طب انا مضطر اقفل بقى في وش سعادتك. عشان الجروب وصل. مستر سوبر ماو، I am here. Mr. Spider Mao. Yes. Mr. Bat Mao. Hello. وأستاذ سيمسون والمدام موجودين، يبقى كله تمام. احنا النهاردة يا جماعة هنروح نزور خط بارليف اللي الإسرائيليين بنوه بأحدث الطرق الأوتوماتيكية، بس المصريين هدوه بالطريقة المانيوال. وفي الطريق هنعرض لكم فيلم تسجيلي بيحكي اللي حصل. يلا يا أستاذ هيدون. كله تمام إن شاء الله، كله رابط الهزام. الله ربي، بسم الله الرحمن الرحيم. أوبا. لو سمحت يا بتاع الأنابيب. بتاع أنابيب إيه يا جد؟ إحنا في مستوقد يا حبيبي، دي مستشفى، حد يكلم ملائكة الرحمة بالأسلوب ده؟ طب لو سمحت يا ابيض انت يا ابو جناحات، انتوا بتندهولي؟ اكيد حضرتك بنندهلك، احنا بس كنا عايزين نسال حضرتك عن واحد صاحبنا عامل عمليه هنا. بس بسرعه بقى وحتى ابوك. اكيد في واحد بيفطس في اوضه العمليات وانت رايح تنقذه بانبوبه الاكسجين دي، صح؟ خالص، ده احنا رايحين نسمكر الرفرف بتاع عربيه الاسعاف عشان اتقلبت بعيان النهارده الصبح. اتفضل يا سيدي، ملاك الرحمة طلع ملاك من الحرفيين. طب والنبي يا اسطى، في واحد اسمه صلعت جه امبارح هنا، ها؟ نلاقيه فين وحتى ابوك؟ كل اللي جم امبارح ماتوا، العشاء بتاع المستشفى كان مسمم، كنا عاملين لهم فضلة خرك حواوشي. ما عدا واحد مرضيش يتعشى عشان عامل عملية اللامؤاخذة، عملية في ال... يبقى هو ابن المحظوظة. يا حبيبي صلعت، نلاقيه فين؟ الأنبوبة فين يا حيوان؟ هتلاقوه في أول أوضة يمين، وسع الطريق. أيوة جاي. بليز هلواني، ممكن تصورنا؟ اوكي. سي جبنا جبنا. لا 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 لا، جبنا جبنا. مين اللي دمر بارليف؟ انا اعرف ان لا سوبرمان ولا باتمان ولا سبايدرمان كانوا موجودين في الحرب دي. اللي دمر بارليف الايجيبشن مانز يا باشا، وإذا كانت الأسامي اللي انت قلتها دي كرتون، فأنا عايز أقولك إن الإيجيبشن مانز دول إنكريدابلز. وبيلبس إيه الإيجيبشن مان ده؟ يعني أنا بلبس ملاية السرير والأندروير من بره، وسبايدر ماو بيلبس عنكبوت
وباتماو بيلبس طقم العيد اللي انت شايفه ده. الايجيبشن بيلبس ايه؟ والله الايجيبشن مان بيلبس اي حاجة اي حاجة، بس المهم يضرب الكلسوم من تحت تلاقيه دايس في اي مصلحة ويفوت في الحديد. بجد غريب الايجيبشن مان ده، ده ملوش مثيل يا عم سبايدر. بالك انت، بالك انت بالخيوط بتاعتك دي اللي عمال بتشعلق بيها في كل حته دي، ها عمرك ما تلحق تنط في اتوبيس 815 وهو طالع كوبري اكتوبر من العجوزه. الايجيبشن مان بس هو الوحيد اللي يقدر يعمل كده. وايه سر قوه الايجيبشن مان دي؟ مش قوه يا عم بات، ده غلب بعيد عنك، غلب. انت تتعقومن يحرنت بشليخن افسيخ شنتاخ افريما بتاع بتاع اعوز نعوزي عايزاني عاوز اتعتام بلتيون انت رعب مناخ نهتاع عموب اعاها عاون غنثعن اخن هعن جنطيز ده سوبر هنيدي. خد بالك من نفسك ومن كلب البحر. زمن القراصنة ولا ايه الدخان اللي طالع منك ده؟ انت مش هبطل الحركات دي بقى يا ابن اللذينه يا صغير. عايز الملم جرحي وحده نفسي وامشي بعيد، عايز اطيب تحتي. ايوه هطيب تحتي اكيد اكيد. ما تمسك نفسك يا دي وتسترجل كده وتنشف، مالك؟ آه يا كبو، أنا هحكي لك اللي حصل. امبارح خدت الفيسبا بتاعت الواد عبدين الله يبتليه بنصيبة، ورحنا أنا والبنت دعاء وطلعنا المقطم نستنشق هواء نقي ساعة المغربية. ودعاء دي عرفتها من فين ان شاء الله؟ من جروب محب الفنان احمد فلوكس اللي على الفيس دوج. وهي اللي عملت فيه كده؟ لا يا عمو، احنا بعد الشمس ما غابت جينا نركب الفيسبا لقينا العجله لمؤاخذه مفسيه، استفزتني وقالت لي لو كان سوبر ينيدي هنا كان نفخ العجله. رحت ماسك العجله عشان انفخها وقعدت انفخ وفجأة تراخ حصل اللي حصل. يا تحتي. احسن تستاهل علشان تبطل تضحك على بنات الناس وتقودهم المقطم. طب وهتخرج امتى من هنا؟ الدكتور قال لي ممكن اخرج بكرة بس منعني من الاكل الحراق والحركه العنيفه والفرجه على ماتشات الزمالك. ومنعك من الفرجه على ماتشات الزمالك ليه ان شاء الله؟ ده لسه غالب ليفربول 3-1. لا 6-1 وانت الصادق. منعني عشان الحزق. الحزق يا كبو. هما المصريين بيعملوا ايه بالسهرة دي كلها حلواني؟ ابدا، دول مسقعينها. يمكن شوية الرملة دول يغلوا في يوم من الايام ويبيعوها بالجرام. ايه that's it، الدنيا حر قوي، انا تعبت من المشي في السهرة دي. هنوصل امتى؟ احنا خلاص وصلنا، احنا هنخيم هنا وهتقضي وقت جميل ان شاء الله، بالذات بالليل بقى والقمر لما يبقى كامل وتلاقوه منور الصحراء دي كلها. في يا رجاله، انتم دخلتم حدود السودان من غير اذننا ومضطرين نقبض عليكم، اي حركه هنتبهكم. ما تتصرف يا سوبر ماو. انا
أنا الهر بيخليني أفقد قدراتي كلها. وأنا شرهم. اسحبوهم بالعربية وخذوا منهم كل الموبايلات وهاتوا لي الآيبادات. آه عليه العوض في السياحة اللي اتضربت. مش قادر. بالراحة يا صلعت، بالراحة، وما تضغطش على نفسك عشان الجرح. مش قادر يا نادي، حاسس اني قاعد في مزرعة فلفل مكسيكي. طب يلا يلا اطلع بقى عشان اديك الدواء ده. ايه القرف ده؟ دواء ايه اللي هتدهوني يا عم؟ انت اتجننت يا نادي، انا اللي هدي الدواء لنفسي. دعاء بتتصل بيك، ارد عليها اقول لها مجروح في حتة حساسة؟ خسئ، رد وقول لها ما تتصلش هنا تاني، هي السبب في كل اللي انا فيه، ادي اللي بناخده من معرفة الحريم. طيب ممكن اعرف انتوا عايزين ايه بالظبط؟ احنا عاوزين فدية 50 مليون دولار. وحضرتك فاكرني عندي مصنع حديد ولا ايه؟ ده احنا شركة سياحة سيكي ميكي كده على قدنا. بقوا 100 مليون دولار. هي الناس دي عبيطة ولا ايه؟ احنا مش عايزين الشركة هي اللي تدفع، احنا عايزين الحكومة اللي في بلاد الناس اللي معاك هي اللي تدفع. حضرتك لو الموضوع ده تعرف سمعتنا حتبوس والسياحة هتضرب، وانا هرجع اشتغل كوافير تاني. كلمة واحد زيادة هخلي الفدية 1 مليار دولار. شوفوا مع بعض هتتصلوا بمين عشان يجيب لنا الفدية ويخلصكو. أنا ممكن أتصل بالسفير بتاعنا في القاهرة وهو هيجيب لكو اللي أنتوا عاوزينه. أنت عارف تليفونه؟ يس. ادي كيكا ب$5. طب ما نتكلم بالليل أوفر. أنت هتهزر؟ يا عم خلص وأنا اللي هدفع. ألو؟ أيوة يا سيادة السفير، أنا سوبر ماو. إيه يا معلم حكاية السفير دي؟ إحنا مخطوفين يا سيادة السفير. إيه؟ مخطوفين؟ إزاي؟ الله، طب فين سوبر وفين الشغل والحركات الجامدة بتاعتكم؟ الجو غير الجو يا سيادة السفير، والدنيا موحوحة، وإخواتك بعافية. ده سوبر هنيدي، خد بالك من نفسك ومن كلب البحر. زمن القراصنة ولا ايه؟ دول خلي طالع منك ده، انت مش هبطل الحركات دي بقى يا ابن اللذين يا صغير. بالراحة يا نيدي، بالراحة وعياد جدك، بلاش المطبات دي. انت بتستهبل، احنا لازم نلحق ننقذ الناس دي دلوقتي، شكلنا هيبقى وحش قوي قدام العالم لو الناس دي جرالها اي حاجه، فهمت؟ مستحيل يجرالهم اكتر من اللي جرالي. اديني التليفون. الو الو، مين معايا؟ اوكي اوكي اوكي، ده سوري انا المتصل. من فضلك اكلم سوبر مام. اقول له مين؟ اقول له مين ساعه؟ اقول له معالي السفير يا ابني، معالي السفير. بقولك ايه، انا عايزك تتكلم شويه معايا، ها، عشان عايز اعرف احدد مكانكم فين في الصحراء. ركز معايا، مش ناقصه غباوه. اتكلم في اي حاجه. بتاخد كام في الافلام دلوقتي؟ بتطير ازاي؟ بتضرب يعني؟ ارغي 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 وانا افشر وانا هصدقك. ايوه ما تقطعش الكلام، بس تمام كده، انا في الطريق يا معلم. يا لهوي Oh.
know what هنيدي؟ اللي انت عمالته مش غويب على الجيب شمال. شكلهم مش قادرين ينسوا انكم دمرتوا خط بارليف بشوية خراتيم مية. انا ما عملتش حاجة. لا ما كبرش الموضوع. وانتم ما لحقتوش تتفسحوا كويس في مصر. المرة الجاية بقى انا اللي هفسحكم بنفسي. وياريت تقبلوا مني الهدية البسيطة دي. ده سفونير صغير كده عشان تبقوا تفتكروا الايجيبشن مان. ايه ده؟ ده كلسون يا خواجة عشان تتدفى من تحت. اوه يس. باي 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 باي. ربنا سترها معاك.